أعزائي المشاهدين، مساء الخير على حضراتكم جميعا وأهلا بكم وأولى حلقات برنامجكم دائرة الحدث القناة الصحة والجمال اللي بسعد أن أكون من ضمن تيم العمل بيها، وبشكر إدارتها المحترمة على وجودي معاهم، وأتمنى إن شاء الله أن احنا نفيد حضراتكم بإذن الله. النهاردة معنا مجموعة من الأخبار، أولها للأسف خبر يعني غير سعيد بالنسبة لي أنا شخصيا، وتعرض صديقي والزميل رئيس تحرير البرنامج الأستاذ محمود دسوقي لحادث أثناء وجوده في الطريق إلى البرنامج. نتمنى له السلامة لأنه شخص مهني محترم ويعمل بمؤسسة مهنية محترمة، نتمنى السلامة للأستاذ محمود. الخبر الثاني معانا هو وفاة الفنان محمود عبد الغفار، فنان الجميل الهادي واللي كلنا كنا بنشوفه في أعمال محترمة، سواء كان طبيب محامي دكتور، كان بيقوم بجميعها بمهنية محترمة وفنان قدير ومحترم. توفى عن عمر يناهز 60 عام. الفنان محمود عبد الغفار بدأ مشواره الفني في الثمانينات. الفنان محمود عبد الغفار قام بدور الضابط وكيل النيابة والطبيب، وقدم أعمال فنية محترمة كان أشهرها دموع في عيون وقحة وحكايات هو وهي وهارون الرشيد ولا أحد في الإسكندرية. النهاردة كمان للأسف في حادث مأساوي شهدته منطقة الإسعاف بشارع رمسيس، حريق هائل جدا في سوق وعقارات شارع التوفيقية، تسبب في خسائر كبيرة تقدر حسب تقديرات النيابة العامة حاليا، لم يتم التقدير حتى الآن النهائي. محافظ القاهرة كمان أمر بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق ولجنة هندسية لتحديد سلامة المنشآت ومهنياتها. كمان احنا كلنا عارفين ان في شركة بتدير اصول عقارات وعمارات وسط البلد، وان العمارات دي داخلة خطة تطوير كبيرة بتشهدها العاصمة كلها، بدأت بعمليات تجميل ابتدينا فيها من ميدان التحرير. وزارات الدولة في الفترة المقبلة كلنا عارفين هيتم نقلها الى العاصمة الادارية الجديدة، لكن حريق التوفيقية بيفكرنا بحريق سوق العتبة اللي كان من سنة أو أكتر، وقبله بسنين كان حريق سوق غزة والموسكي، تم بعدها نقل هذه الأسواق من الأماكن اللي كانت فيها إلى أماكن أخرى. كمان عايزين نقول إن القاهرة فيها روح جديدة بتتخلق، لازم نفكر كتير في أماكن واسعة ومساحات لابد أن تتواجد فيها هذه الأسواق، حتى يعني لا نضطر إلى مثل ما حدث اليوم. ربنا يسلم إن شاء الله. بالنسبة للخسائر هي خسائر مادية، الحمد لله مفيش خسائر بشرية، كلنا عارفين إن إحنا حاسين بإن إحنا رايحين على سنة جديدة وعلى فكر جديد وعلى حكومة بتشتغل لرؤية مستقبلية هي 2030. كمان معانا خبر مبهج عن الجمال والفن والروعة، بما إننا في حضرة جمهور الصحة والجمال، في افتتاح أتيليه العرب للثقافة والفنانين جاليري ضي المهندسين، ده أكبر معرض لرواد الفن التشكيلي بعنوان مبدعون وخالدون، في أعمال من عظماء رحلوا وآخرين منسيين. معانا الدكتور هشام أنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفن. دكتور هشام معانا قط لسه ما جمعش، إن شاء الله بإذن الله المعرض هيكون رؤية محترمة ورؤية قديرة للإبداع والفن. كمان دكتور هشام يمكن حط كل ما رآه من علم ومن فن في هذا المعرض كوسط تشكيلي محترم لأكبر مؤسسة غير حكومية في هذا التخصص. وصل معنا لسه دكتور هشام؟ دكتور هشام معنا على الخط. دكتور هشام الو الو دكتور هشام ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا دكتور هشام. في البدايه عايزين حضرتك تكلمنا على المعرض ورؤيه حضرتك في المعرض ومنظور المعرض في نسخته الثالثه واجواء الافتتاح غدا ان شاء الله. دي الدورة الثالثة للمعرض، طبعا احنا بنعمله بشكل سنوي، كأننا يعني بنحاول يعني إعادة إحياء ذاكرة الفن التشكيلي المصري من جديد، وخصوصا في فنانين مصريين منسيين سواء كانوا مغيبين عن المشهد التشكيلي المصري سواء كان يعني سهو أو كان عمد. ف
فإحنا بنحاول يعني نبحث وننقب ونكشف عن أسماء جديدة في كل دورة. هذه الدورة يعني أنا شايف أنها مختلفة عن كل دورة من حيث الكم طبعا، يمكن أكثر من 30 فنان وفنانة من مختلف الأجيال. هتلاقي فيه فنانين مثلا من جيل الرواد جدا الخمسينيات والأربعينيات زي يوسف كامل، وفي فنانين هتلاقي من الجيل اللي بعدهم على طول في خمسينيات، وفي من جيل الستينيات طبعا مجموعة كبيرة أبرزهم الفنان الكبير زكريا الزيني ومحمد رياض سعيد اللي يعتبر يعني سلفادور دالي الفن التشكيلي المصري، يعتبر من رواد الفن السريالي في مصر. في مشاركة أيضا للمرأة ممثلة في الفنانة خواتينا شهدي والفنانة القديرة عفت ناجي والفنانة الكبيرة أيضا زينب عبد الحميد. في طبعا مجالات المعرض مجالات مختلفة هذا العام، هتلاقي مثلا عندنا في النحت فنانين مهمين جدا زي الفنان آدم حنين، وهتلاقي مثلا في الجرافيك حسين الجبالي. دكتور هشام انتوا بتتبنوا مبدعين في مجال الفن التشكيلي ولا حضرتك مقتصر على تيم معين بيتعامل معاه؟ لا والله احنا مؤسسه يعني اتليه العرب للثقافه والفنون، هي مؤسسه شامله، هي طبعا الاهتمام الاساسي الاول بالفن التشكيلي، ولكن في هناك مجالات اخرى. عندنا الشعر طبعا ممثل في جائزه الشعر محمد عفيف البطر اللي احنا بنعملها بشكل سنوي، وهنعمل ان شاء الله جائزه قريب باسم جائزه الشعر العاميه باسم الراحلين العظيمين فؤاد حداد وصلاح شاهين. ايضا عندنا طبعا في قصه اهتمام بالقصه القصيره واهتمام بالموسيقى، واحنا مؤخرا عملنا مسابقه كبيره مسابقه بعد الكورونا كانت شامله كل مجالات الابداع بما فيها الفن التشكيلي والشعر والموسيقى والقصه. دكتور هشام اللي عايز يتواصل معاكم لتنميه مهاراته سواء في مجال الشعر او في مجال الفن التشكيلي يعمل ايه؟ طبعا احنا يعني اتليه العرب للثقافه والفنون، احنا بالعكس احنا بنرحب بكل المواهب وبكل الفنانين الجدد، ما عليهم ان هم يعني يجوا الاتليه في موقع الاتليه في المهندسين او يتصلوا على الموبايل او عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي، واحنا بنتواصل معهم على طول وبنرحب طبعا بكل المواهب الجديده سواء كان طبعا اسماء كبيره او مواهب شابه. احنا ايضا مهتمين بالفنانين ومبدعين الشباب، بدليل ان جائزه مهرجان ضير الشباب العربي عاملينها تحت 35 سنه الفنانين الشباب، وايضا حتى جائزه الشعر العربي الكبير محمد عفيف المطر تحت 40 سنه. فاحنا بنهتم ايضا زي ما بنهتم بالفنانين الكبار بنهتم ايضا بالفنانين الشباب. دكتور هشام قنديل بنشكر حضرتك على مداخلتك معنا. أعزائنا المشاهدين فاصل قصير ونرجع لحضراتكم من جديد وفقرتنا الرئيسية في هذا البرنامج، انتظرونا. أعزائنا المشاهدين رجعنا لحضراتكم من جديد وفقرتنا الأساسية في البرنامج النهاردة هو الحدث اللي بيعيشه 9 مليون مواطن في مصر، وحدث الرؤية في كل جمعة من 3 لـ7 مساء كل جمعة. ده الوقت اللي بيسميه الآباء والأمهات جمعة مفيش داعي بقى، يعني رايحين فين بكل أب وكل أم مطلقة أو كل أب مطلق رايح يشوف أولاده، هي جمعة الرؤية. للأسف مفيش طفل يعرف أبوه أو أمه غير الحاضن، بره كده مفيش أي حاجة مفيش أي تعامل. النهارده جاي منين؟ من مركز الرؤية. الأب بيروح يشوف ابنه بيتقدم بمذكرة علشان طلب يشوف ابنه في رؤية، وبتحدد المكان في مركز شباب أو نادي. للأسف الوضع بيبقى صعب جدا جدا. النهارده بنتكلم عن حدث أبرز بيعيشه 9 مليون طفل من أبناء الشقاق ومعاهم حوالي 18 مليون أب وأم.
بالضرورة غير أهالي الأطفال دول في الطرفين هي ساعات الرؤية اللي بتحكمهم فقط لا غير في أندية ومراكز الشباب. طبعا دي عملية غير أدمية بالمرة، بتتنفذ في ظل قانون قرار وزير العدل رقم 1087 اللي القضاء الإداري أبطله والوزارة طعنت فيه على الحكم. القضاء الإداري شاف إن قرار الوزير بيقيد سلطة القاضي، بيكتف القاضي في تحديد مكان وزمان الرؤية لتنفيذ رؤية الأطفال لآبائهم وأمهاتهم غير الحاضنين، وعليه صار حديث وصار جدل وجلل حول تغيير قانون الأحوال الشخصية المصري الحالي المخالف للشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية. لكن النهاردة بيزور أي مركز الشباب يلاقي كارثة من 3 لـ7 مساء، الوقت ده هو وقت الرؤية اللي كل الآباء والأمهات بتشوف فيهم أولادهم. النهاردة معانا حالة، معانا أب مصري تقدم بأول مذكرة للبرلمان الجديد في أول يوم انعقاد بيطالب فيه رئيس مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري اللي تركه دكتور محمد فؤاد من 5 سنوات وجمدته اللجنة التشريعية، وكمان مشروع الدكتورة عبلة الهواري عضو المجلس القومي للمرأة، أو يطلب من البرلمان والحكومة مناقشة هذا المشروع من جديد. معانا الأستاذ سعيد العرباوي، برحب بحضرتك يا فندم. يا أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ سعيد. أنت بتنفذ رؤية بحكم معين؟ بحكم قضائي، بحكم قضائي بناء على انفصال؟ بناء على انفصال، وفي برضك يعني هو للأسف القانون جامد في جزئية الرؤية، إذا كان الأب مطلق أو أرمل أو منفصل أو زواجه قائم بينطبق عليه، بينطبق على الحالة الاجتماعية للأب في كل ظروف. أستاذ سعيد عايزين نعرف حضرتك شايف أماكن الرؤية إزاي؟ والله أنا شايف أماكن الرؤية أماكن لا تصلح للحياة الأدمية للأسف، قولا واحدا يعني مدرجة كده شعبيا وفيسبوكيا بنقول عليها خرابة، مكان كاد لا نجد فيه حمام للطفل نفسه، كاد لا نجد فيه مكان كرسي ان واحد يقعد عليه. حضرتك بتنفذ الرؤية دي كل قد ايه؟ 3 ساعات كل اسبوع. 3 ساعات كل ثلاث ساعات كل اسبوع دي المدة دي صورة حضرتك معانا مع بنت حضرتك؟ دي الجمعة اللي فاتت. دي المدة اللي المفروض ان حضرتك بتنفذ فيها الرؤية وبتشوف بنتك فيها. بالظبط كده. طب احكي لنا قصة الصورة دي يا أستاذ سعيد. الصورة بس هي الفكرة ان انا كنت عايز اعمل حاجة ما حدش عملها قبل كده، يعني في ناس بتهادي بكلب لولو بقطة سيامي كده، لكن بالأرنب ده جديد لسه. يمكن لقيت نظرات في عيون بعض الأمهات الحاضنات ان ازاي انت جايب أرنب الرؤية للطفل يشوفه كده عشان يتعرف عليه ويحب باباه اكتر، فده برضك يعني احنا بنلعب في نفسية الطفل، ازاي نقدر نفرغ الشحن اللي جوه الشحن العاطفي تجاه الاب من عقليه الطفل نفسه. حضرتك مطلق ليك قد ايه؟ 2013. بنتك عندها كام سنه؟ 8 سنين. باتت معاك كم مره من ساعه الطلاق؟ ولا مره. ولا مره من وهي عمرها 6 شهور. جدتها جدها؟ لا مفيش. ما شفتش بنتك؟ نعم. بتشوفش بنتك غير في الرؤيه فقط؟ ما بشوفهاش الا 3 ساعات بموجب الحكم اللي معايا. مقطوع عن اهلها الخاصين بيك تماما؟ هو قطع صلاه ارحام بالنسبه للماده الثانيه من الدستور، تمييز عنصري كمان، الرؤيه الطفل مع امه ممكن يروح لقرايبها لغايه الدرجه الـ20، اما اذا الطفل جه بيت ابوه ده للاسف ممنوع في القانون المصري. مفيش اي حالات يعني تصالح وديه ان انت تشوف بنتك او تبقى معاك ولو يوم حتى في الشغل؟ الاستقواء بالقانون بيعمل اسوأ من كده. ايه اللي قدمته في مذكرتك لمجلس النواب؟ قدمته في مذكره المجلس النواب ابحاث علميه معتمده ومترجمه ترجمه علميه وابحاث علميه مصريه اشرف عليها الدكتور هشام ماجد المدير العلاجي في مستشفى العباسيه للصحه النفسيه، كلها بتشرح مدى تاثير انفصال الاطفال عن احد الوالدين على السواء، سواء كان انفصال الطفل ده عن ابوه او عن امه ده بيأثر عليه بالسلب. أستاذ سعيد كتير من أطراف الحاضنة بيقول لك لا الطرف الثاني غير آمن على ابنه، يعني الطرف الثاني خطر على الطفل، الكلام ده ليه أسس؟ هو بالنسبة لي أنا في قناعتي الشخصية وأحاسب على الإجابة دي قضاء قبل أن أحاسب عليها أمام الله، أي ست في الدنيا تقول الأب خطر على أطفاله أو هيخطفهم أو هيأذيهم يبقى ده كده المفروض إن هي تروح تتعالج نفسيا الأول
لان السؤال او الاستهجان اللي هي طالعه بيه ان الاب هيأذي اطفاله ده نابع من احساسها بان هي كانت متعنته في حق ابو اولادها في يوم من الايام، فخايفه من رد الفعل. ولكن الحمد لله اغلب الناس بتحاول ان هي تجنب الاطفال المشاكل ما بين الاب والام، ودي بتبقى ثقافه، دي يعني دي اخلاق قبل ما يكون قانون وقبل ما يكون عادات وتقاليد. لا دي اخلاق البني ادم نفسه، مش هناخد الطفل بذنب امه او بذنب ابوه. استاذ سعيد، انت شايف ان المجلس الحالي ممكن ينصف قانون الاحوال الشخصيه فيما يتعلق بجزئيه الرؤيه، ولا علشان التلت سيدات فممكن يبقى في مشكله؟ والله التلت سيدات التلتين رجال في مشكله؟ ما فيش مشكله، هم يعني راحوا للبرلمان عشان يخدموا الشعب، تمام. فاذا كان البرلمان خايف من شرذمه من النساء مثلا او مجموعه من الامهات، هتقولنا احصائيات رسميه بتقول في كام في الميه من الاباء محتاجين فعلا ان هم يربوا اولادهم صح، وفي كام في الميه مهملين. انما حكايه ان المجلس الحالي عشان فيه نسبه سيدات، طب ما في تلتين رجاله، التلتين الرجاله قادرين بالتصويت ان هم كده اكتر من 50%. طيب يا استاذ سعيد، انتوا في القضيه الخاصه بمجلس الدوله مين الخصوم بتوع حضرتك في هذه القضيه؟ والله هي القضيه مش قضيه شخصيه، القضيه بقت قضيه عامه بعد ما رفعها الاخ الفاضل الاستاذ حماده محمود ابراهيم النجار المحامي، رفعها بشخصه لان هو متضرر على المستوى الشخصي من القانون ومن القرار 1087، وربنا كرمنا وانا تعرفت عليه بسبب القضيه دي، وتعرفنا على بعض ناس كتير انضمنا لي رسميا في القضيه حوالي 152 شخص منضمين الى جانب الاستاذ حماده. دول اللي هم دخلوا رسميا، اللي كانوا بيحضروا الجلسات عددهم يفوق الالاف. والحمد لله صدر في القضيه حكم تاريخي اصبح مرجع للتاريخ، بان بعض قضاه محاكم الاسره سببوا احكام الرؤيه عليه لمده 24 ساعه من كل اسبوع في بيت الاب. يعني انت شايف القضيه دي منهجها او اتجاهها يبقى ماشي ازاي؟ والله انا شايف اولا لما نقدر ننازع الحكومه في دولة، يبقى احنا كده المواطن المصري المفروض انه عايش حياة ديمقراطية كريمة في دولة بيحكمها الدستور والقانون، دولة مؤسسات. انت طالما بتاخد بدليل ان احنا ان انت تقدم قضائيا وبتقدم قضية في مجلس الدولة وضد، احنا اختصمنا فيها الصفة الاعتبارية لاربع موظفين عموميين في الدولة، وهم السيد رئيس الجمهورية بصفته، معالي دولة رئيس الوزراء بصفته، السيد رئيس مجلس النواب بصفته، والسيد وزير العدل بصفته، بصفتهم الاعتبارية كموظفين عموميين في الدولة. وإذا ما كانتش القضية مؤسسة قانونا ودستورا على أسانيد صحيحة من الاتفاقات الدولية وأحكام الدستور المصري وقانون الأحوال الشخصية نفسه، ما كانش صدر فيها حكم يعتبر مرجع للتاريخ. صدر الحكم بإلغاء قرار 1087 فيما تضمنه من تحديد مدة ومعاد لرؤية المحضوم. وجه الخصومة بالنسبة لحضرتك إيه؟ تمام. وجه الخصومة في الأول وفي الآخر إحنا بنختصم قانون، بنختصم نصوص جامدة. للأسف الشديد إحنا لو قارنا بين قرار 1087 وبين نص القانون نفسه، هنلاقي إن ده تجاوز من سلطة معالي وزير العدل السابق. يمكن ما كانش على دراية إن القرار ده بعد 20 سنة أو بعد 15 سنة هيطعن عليه، أو إن هو مش هيكون مواكب لكل العصور. طيب إحنا معانا اتصال دكتور أشرف تمام، مدير مركز معلومات دعم اتخاذ القرار السابق. دكتور أشرف، مساء الخير عليكم. أنا مساء النور يا فندم. مساء الخير دكتور. دكتور أشرف اتفضل. طبعا انا قاعد بتفرج على حلقه من الاول، ولكن صراحه استفزتني كلمه ان في امهات بيقولوا ان الاب خطر على اولادهم. يعني هي الام اللي شايفه الاب خطر على اولادها ده كانت مثلا يعني متغميه يوم ما اختارته زوج، يوم ما اختارته يبقى ابو اولادها، ولا هي النهارده عشان الحياه الزوجيه بينهم فشلت فهي خلاص بقت شايفه ان هو عدو ليها، ويا ترى يوم تتجوز تاني خلاص وتتطلق تاني خلاص هتشوف برضو ان زوجها ده وقت ما اخترت تتجوزه كويس ان هو يبقى ابو او يعني زوج ام، ويوم ما تتطلق تاني خلاص هتشوفه برضو ان هو برضو لا يصلح برضو لاستضافه ولاده. يعني خلينا نخرج بره المكايدات من بعض انواع النساء خلاص. يعني النهارده ربنا لما خلق الكون خلق كل طفل ليه اب وام، بلاش يعني نوصل بمصر ان احنا نبقى بمعزل عن العالم كله. النهارده كل دول العالم بتدعم الرعايه المشتركه لطفل الطلاق عشان الطفل ده يطلع سوي، لانها بتعتبر ان الطفل ده لا هو ملك الاب ولا هو ملك الام، ولكن الطفل ده هو ملك للمجتمع. ممكن حضرتك يا دكتور اشرف تشرح لنا مضمون الرعايه المشتركه باختصار؟
مضمون الرعاية المشتركة يعني باختصار بسيط كده عشان المشاهدين، لازم طفل الطلاق ده خلاص يعيش ما بين أب وعيلته وبين أم وعيلتها. النهاردة لما يجي القانون يحرم الطفل من دخول بيت أبوه ومن عائلة أبوه بالكامل، ماشي، وبعد كده لسه في ناس خلاص بتدافع عن هذا القانون، يبقى أعتقد إن الناس دي استحالة تكون طلعت متربية تربية سوية ما بين أب وأم. أكيد الناس دي عندها مشاكل شخصية، ومن المشاكل دي بينبع كلامها مش اللي بيطلع بالشكل دوت. إنما النهاردة مفيش إنسان سوي اتربى بين أب وأم أسوياء خلاص، وهيطلع ناقم على الأب أو ناقم على الأم. هيطلع شايف إن الطفل ممكن يتربى من غير الأب وعيلته، أو ممكن يتربى من غير الأم وعيلتها. دكتور أشرف، ممكن حضرتك تكلمنا عن إحصائيات بخصوص الطلاق وعدد أطفال الشقاق في مصر؟ طيب يعني احنا بالنسبه لعدد حالات الطلاق، كان لسه الجهاز المركزي مطلع الاحصائيه بتاعت عام 2019، هي المفروض اساسا في كل سنه بتطلع في شهر 6 السنه اللي بعدها. فالاعداد كانت واصله حوالي 240 الف حاله طلاق في السنه واحده خلاص. بس انا نفسي اللي يجي يحلل الطلاق في مصر ما يحللوش في السنين الاخيره، ياخدوا من اول سنه 2000 يعني، من يعني شوف قانون الخلع لما اتعمل أثر إزاي، هو رفع سن الحضانة اللي حصل في 2005 في معدلات الطلاق. يكفي إن حضرتك تعرف إن في 2005، في السنة اللي هي 2005 حصل 65 ألف حالة طلاق، بعد رفع سن الحضانة بأربع سنين وصلنا في السنة الواحدة 41,500 حالة طلاق، أو بمعنى آخر عدد حالات الطلاق زادت لأكثر من الضعف في أربع سنين. فالنهاردة الست عارفة إنها خارجة من الجوازة بكل حاجة، يعني النهارده هتخرج بالشقه وهتخرج بالاطفال حضانه ابديه خلاص، وهتخرج بحنفيه اجور ومكتسبات. فالنهارده بقى على اتفه مشكله خلاص انا عايز اتطلق، على اتفه مشكله بتروح المحكمه وعارفه ان المحكمه هتطلقها بالخلع بدون اي سبب. خلاص ما تطلقش يا دكتور بقى. ليه؟ ما تطلقش. مش بص احنا بنتكلم مش بمزاجك، مش هتطلق هتتخلع. طيب حلول حضرتك ايه بالنسبه الحلول اللي حضرتك بتقدمها لمجلس النواب يا فندم؟ بص انا شايف ان في ثلاث مواد خلاص في القانون دول رمانه الميزان لاستقرار الاسره المصريه خلاص. اول حاجه سن الحضانه، سن الحضانه اللي موجود ده فيه اجحاف للراجل وعيلته، لان النهارده لما اجي اقول لك سن الحضانه 15 سنه والاب في طول ال 15 سنه ده دول الاطفال اللي بيدخلوا بيته ولا يعرفوا اهله، ووقف بعد كده الاطفال في المحكمه يختاروا. بالله عليكم هل ده منطق ناس عاقله؟ هخير طفل في المحكمه ما بين اب ما يعرفوش ولا عمره دخل بيته ولا يعرف حد من اهله، بام الطفل عايش في بيتها وبيزور اقاربها كلها في بيتهم؟ يعني هل ده منطق ناس عاقلين؟ فاول نقطه هي سن الحضانه. احنا عندنا القانون والدستور بيقول ان سن الطفوله 18 سنه، وبالتالي سن 18 سنه ده لازم يتم التقييم بين الاب والام عشان الطفل يطلع وهو مستفيد من رعايه الطرفين. فالنهارده سن الحضانه لازم ينزل خلاص. سن الحضانه 15 سنه ده نوع من انواع العبث خلاص. وبعدين ما حدش يطلع يقول لي الشارع، لان الازهر نفسه لما كان في مصر سن الحضانه 7 سنين و9 سنين كان الازهر موافق عليه، ولما سن الحضانه ارتفع ل 10 و12 سنه 85 الازهر كان موافق عليه. طيب حضرتك ايه تاني غير سن الحضانه حضرتك بتعترض عليه؟ تاني حاجه التخيير، ماشي، موضوع ان طفل يقف في المحكمه يتخير. يعني احنا قالت به علم نفس خلاص انك ما تسالش طفل انت بتحب ابوك اكتر ولا والدتك اكتر. فما ينفعش النهارده تيجي تخير طفل في المحكمه تقول له انت بتحب بابا تعيش معاه ولا بتحب ماما تعيش معاها. انت بتحطه كده في وضع صعب. بالظبط، غير كده بتحط صعب، هو الطفل ممكن يختار الطرف اللي بيدلعه فيفسد. طب ايه تاني يا دكتور؟ ماشي، ترتيب الحضانه خلاص لازم يبقى ترتيب الحضانه الاب بعد الام، لان النهارده الزواج ده شركه ما بين اثنين. انا مش فاهم ايه الطفل اللي قاعد بيلف في بيوت العيله كلها دي قبل ما يروح لابوه. يعني هل يعقل الاب رقم 16؟ حتى مشاريع القوانين اللي متقدمه رقم 4، يعني هل بعد الام ام الام وام الاب؟ هل ام الام وام الاب؟ دكتور اشرف، مقترحات حضرتك المقدمه تخص مشروع الحضانه فقط ولا حاجه ثانيه؟ لا طب ثواني بس خليني اكمل النقطه. اتفضل. لان انا النهارده لما اجي اقول طفل بعد حضانه الام يروح لام الام او ام الاب، الست اللي في 70 سنه ولا 80 سنه من عمرها هل قادره انها تراعي طفل في هذا الجيل؟ ف
كلنا شايفين الاطفال طالعه عامله ازاي. ماشي؟ بيتغير وطفله عنده 4 5 سنين وقاعد على سمارت فون وشغال على كل حاجه. دي هتوديه مدارس وهتجيبه المدارس وهتوديه تدريب وهترجعه من التدريب وهتذاكر له. ماشي؟ فطبعا حاجه غير منطقيه. وصلت يعني. وصلت وصلت رؤيه حضرتك واستفسار حضرتك ومقترحاتك يا دكتور اشرف. دكتور اشرف تمام مدير مركز معلومات دعم القرار السابق. نشكر حضرتك على تشريفك لينا. نرجع لحضرتك تاني. رأي حضرتك في اللي قاله الدكتور أشرف؟ كلام ممتاز وأضيف عليه حاجة بسيطة. هو يمكن يكون الوقت ما أسعفوش. ترتيب الحضانة في كل دول العالم العربية والإسلامية والغير إسلامية كمان الأب ثم الأم. سن الحضانة اللي هو 7 سنين للولد وتسع سنين للبنت. لك أن تتخيل كل الدول العربية والإسلامية هو نفس السن تقريبا. تمام؟ بما فيها يعني الامارات، البحرين، قطر، لا بلاش قطر دلوقتي، خلينا مثلا فلسطين المحتله. سن الحضانه فيها 7 سنين للولد وتسع سنين للبنت، والاب بعد الام. يعني البلد اللي هي محتله فيها الطلبات اللي احنا هنا دوله ذات سياده طالبينها. تمام؟ في كارثه ثانيه بقى وفي احصائيات دايما منسيه للامانه وللضمير. احنا عندنا في بلدنا طبقا لجهاز المركز التعبئة العامة والإحصاء حوالي 1,000,000 أب أرمن. دول توفت زوجاتهم أثناء قيام الحياة الزوجية. وانتقلت الحضانة بعد وفاة الأم إلى أم الأم. أصبح الطفل يتيم بقضاء الله بأن أمه قبلت السابعين العليم. وأصبح يتيم من الأب بقوة القانون علشان ترتيب الحضانات. إحنا عندنا 16 واحدة ست بين الأب والأم في ترتيب الحضانة. هل في حد هيكون أحن على الطفل يتيم الأم من أبوه؟ مع ألف ومباء يعني رقم واحد كده علم نفس. ارتباط الطفل بيكون نفسيا بأبوه وأمه. وإذا توفت الأم يفضل أن الحضانة تكون للأب مباشرة. وإذا تزوجت وبقت تحت ولاية راجل تاني بتبقى الحضانة بشكل صوري مع أم الأم، لكن فعليا بتكون مع الأم في بيت جوزها التاني بالمخالفة للشرع وللقانون. معانا مداخلة يا جماعة. معانا مداخلة للأستاذة سميرة الرفاعي، واحدة من الجدات المحرومات من رؤية أحفادهن، وهي كاتبة وأديبة. أستاذة سميرة مساء الخير. مساء الخير يا فندم. برحب بضيفك وبرحب بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. أستاذة سميرة، عايزين يعني نعرف من حضرتك مقترحاتك حول قانون الرؤية في الأحوال الشخصية. قانون الرؤية بصراحة أنا كجدة كنت رفضها تماما، يعني لان انا بحس ان هو فيه اهانه للطفل قبل ما بيبقى فيه اهانه للاب او الام لما بيروحوا المكان. عشان انا ودي طفل في مكان بعيد عن بيت اهله، معرض للبرد ومعرض للحر وما فيهوش اي احساس بالمسؤوليه تجاه نفسيه الطفل. الطفل رايح يقابل باباه، ازاي انا اخليه قدام الناس؟ وبعدين في نفس الوقت ان الستات او الامهات اللي هم حاضنات بيهتموا جدا بمنطوق الحكم ان ده حكم رؤية. فمنهم من الامهات اللي هي بتمنع الاب انه حتى يلمس الطفل، منهم اللي بتروح رابطة طفلها بجنزير عشان ما يقدرش ياخده ويحضنه. في من الامهات انا شفتهم في الفيديوهات ان هي حضن الطفل بحيث ان الاب ما يشوفش وش الطفل عشان ما يصوروش. يعني حرمان ما بعده حرمان. هنا فين صلة الرحم؟ فين احساسها كأم؟ الامومة دي من افضل المشاعر اللي في الدنيا، بدليل ان ربنا فضل الام عن الاب 3 مرات. ازاي انا بقى ام وبقضي على نفسية طفلي؟ هنا مفيش مسؤولية اطلاقا. ولذلك أنا من 2011 وأنا كنت بطالب بتعديل القانون ده، ويمكن كنت أنا أول واحدة بتطالب برجوع سن الحضانة لسبعة وتسعة. أستاذة سميرة، في أمهات أستاذة سميرة في أمهات غير حاضنات على فكرة؟ كتير. تمام. كتير كتير. ما أنا عشان كده لما كنت بقدم مقترحاتي بقيت أقول إن الحضانة ما تبقاش للأم دايما، تبقى للطرف الصالح من الاثنين. لان في امهات لا تصلح انها تبقى تربي طفل، وفي ابهات برضو لا تصلح انها تربي طفل. فقلت إن زي ما احنا اتفرض علينا قانون معين من الغرب، هم نفسهم مش بيطبقوا ده.
لما بيبقى في حاله انفصال او طلاق بيدوا الطفل للطرف الصالح من الاثنين، وفي نفس الوقت الطفل لما بيبقى مع حاضن ما بيتحرمش من الطرف الثاني، بل بالعكس بيعيش معاه العلاقه سويه جدا في الويك اند، وبيتقاسموا الاجازات الرسميه والاعياد. استاذه سميره، هل تمسك حضرتك بمصطلح الحضانه بيدعم رؤيتكم للرعايه المشتركه، ولا حضرتك شايفه ايه؟ اكيد. انا هقول لحضرتك حاجه، عارف لو حتى الطفل عايش مع الام وفي علاقه في صله رحم بينه وبين الاب، مش هيبقى في شكوى لا من اهل الاب ولا من اهل ولا من الحاضنه، لان هيبقى في تواصل بين الطفل، والطفل عارف باباه وعارف اهله وعارف اصله. ده احنا بنقول الاب ده العصب، الطفل بيحمل اسم الاب، يعني هو الصله الوحيده من 2000 ومن سنه 2000 بين الطفل واهله او باباه شهاده الميلاد. طيب ما نخلي في تواصل بينه وبين الاب والام، والاب يساعدوا بعض في تربيه الطفل. يا ستي وخليه في حضنك، بس الاب يبقى مطمن على ابنه وعارفه، عارف سلوكياته شكلها ايه، لو في اي حاجه يقدر يصلحها، مش قادر يتعاون. استاذه سميره، حضرتك كان ليكي شكوى في المجلس القومي للمراه، الى اي مدى حضرتك شايفه اهتمام المجلس القومي للمراه بشكوى حضرتك كجده؟ لا كجدة، أنا الحقيقة يعني إحنا صنفنا للأسف المشرعين صنفوا الست لصنفين، الجدات والعمات في طرف والأمهات الحاضنات في طرف تاني، وأنا بعتبر ده يعني حاجة ضرت المرأة مش نفعتها. على فكرة أنا عشان أشجع المرأة إن هي تحرم طفلها من أهله أو من باباه بالذات، أنا كده مش بدي الأم أفضلية، لا ده أنا بدمر نفسية طفلها، هي هتجنيه يعني في المستقبل، هي هتجني نتيجة حرمان ابنها من الأب. أولا الطفل مش هيبقى سوي، هي بكرة كده كده هتبقى جدة يعني. نعم، هي بكرة كده كده هتبقى جدة، ده أكيد. تمام، ده أكيد، والأيام بتلف واللي عملته ممكن يبقى يلف عليها. استاذه سميره، شكوى حضرتك في المجلس القومي للمراه ومقترحاتك لهذا القانون، هل هي بصفه عامه لصالح القانون ام هي لصفه او لصالح شخصي حضرتك؟ لا لا لا، موقف معين اطلاقا. انا عمري ما اتكلمت في الموضوع ده بصفه شخصيه. تمام. اطلاقا، يعني بدليل ان انا في اي حاجه بتكلم ما بجيبش سيره احفادي تماما، دي شكوى عامة. احنا الاطفال دول امن مصر القومي، احنا شفنا نتيجة الاطفال وبعدهم عن توجيه الاب في 2011، شفنا الشباب الطايش عمل ايه في البلد، فاحنا عايزين ترجع صلة الاب باهله، يرجع صلة الرحم بصفة عامة للجميع يعني. بالظبط. طيب استاذه سميره، مقترحات حضرتك ايه للمجلس الجديد فيما يتعلق بقانون الرؤيه؟ اولا يراعوا ربنا في الاطفال. تمام. انا لا بتكلم على ام ولا على اب، لان مستقبل البلد في الطفل مش في الام ولا الاب. احنا القوانين بره بتدور على ان لازم يبقى في مساواه بين المراه والرجل، هي فين المساواه هنا؟ الرجل بيتهمش تماما، لدرجة ان انا من كام يوم كتبت، والله من كتر ما مالت يعملوا مشاريع قوانين حبس للأب حبس للأب حبس للأب، فقلت والله انا خايفة اللي يطلعوا مشروع قانون وقد للصبيان، لان احنا كده بنهمش الرجل تماما. يا جماعة خليكم عادلين، بصوا ايه اللي بيخدم الطفل، واللي هيخدم الطفل هيخدم البلد في المستقبل، انسوا الأب وانسوا الأم. وفي نفس الوقت أنا مش ضد مكتسبات المرأة خالص، رغم إن أنا مرأة، لكن مش محسوبة في ضمن الاتفاقيات إن أنا مرأة، بدليل إن أنا محرومة من 10 سنين من أحفادي، حتى تليفون ما بكلمهمش، رحت المدرسة عشان أشوفهم المدرسة رفضت تخليني أشوف أحفادي، وبكل الصفة الودية رفضوا. كنت بسافر أسيوط، أنا كنت ضد إن أنا أعمل رؤية لأحفادي، لأن كنت بحس إن دي إهانة ليهم قبل ما تكون ليا ولابني،
ومع ذلك اضطرينا بعد سنتين من بعدهم عننا نعمل رؤيه. احساسك ايه يا استاذه سميره وانت عاجزه ان انت تشوفي احفادك؟ احساس مميت عشان تبقى حضرتك عارف، احساس مدمر يعني. انا كنت بسافر اسيوط كل يوم جمعه الساعه 5 الصبح عشان الرؤيه بتاعت احفادي من 2 ل 5. كنا بنقعد في النادي لغايه 7 و8 بالليل وما كانوش بيجوا. قعدنا 7 شهور نسافر اسيوط كل يوم جمعه، وفي الاخر زهقنا بطلنا. يعني شوف القانون بيدي الام قد ايه القدره ان هي تخالف القانون ولا تحاسب، في حين ان الاب القانون عايز يشنقه. اللي يخطئ المفروض يتحاسب، الام بتاثر تتحاسب، الاب بيأثر يتحاسب. نبقى في عدل. من نفس المشرعين احنا في اتفاقيتين على فكره، اتفاقيه السداو اللي خربت البلد، وفي اتفاقيه الطفل ليها اكتر من 30 سنه. وانا بستغرب المشرعين بيتجاهلوا ليه اتفاقيات الطفل. اتفاقيات الطفل فيها بنود كتيره جدا في صالح الطفل وكله بيتعامى عنها، لكن عينيهم مفتحه جامد لاتفاقيات السداو، شغالين فيها مساواه. لا انتوا مش بتعملوا مساواه، انتوا بتدمروا الاسره. والله الاسره دلوقتي لو احنا نقارن بين حال الاسره المصريه دلوقتي وقبل 10 سنين وقبل 20 سنه وقبل 50 سنه، يعني هنصاب بصدمه. احنا عايزين نستعيد صله الرحم عشان الاسره المصريه تستقيم. يعني الرئيس تعبان وبيبني، بيبني في البلد. أستاذة سميرة، مقترحات حضرتك مباشرة لإصلاح هذا القانون؟ إن يبقى فيه عدل حضرتك، وترجع سن الحضانة 7 و9 زي ما كان، لأن زمان كنا مسلمين، ودلوقتي لما بقت سن الحضانة 15 سنة ما الإسلام دخل، والأول ما كناش مسلمين. عايزة الحضانة تبقى للطرف الصالح من الاثنين. عايزه كمان يبقى الرعايه للطفل، الرؤيه دي تنتهي تماما. الطفل لازم يبقى فيه تواصل تام بين الطفل واهله. الاهل العصب لازم يبقى عارف هو مين وابوه مين وعمه مين، ده من حقه هو الطفل. لعلمك هو هيحاسب المجتمع في يوم من الايام، الطفل المدمر. إيه تاني؟ ده اللي إيه تاني يا استاذه سميره؟ ايه تاني؟ الولايه التعليميه لازم تبقى على الاقل الاب ليه صفه في الولايه التعليميه. الأب ما بقاش مجرد خزينة فلوس يدفع وبس، ولو ما دفعش وظروفه تعثرت يتحبس. المفروض نتابع نشوف ظروف الطفل وظروف الأب، ونستعيد صلة الرحم اللي ربنا بيحاسبنا عليها. تمام. طلبات حضرتك إيه فيما يتعلق بموضوع النفقات؟ لا، انا الطفل لازم يستكفي بنفقات، بس يبقى في عدل. يعني المفروض مرتب الاب كام يبقى الطفل ليه كذا، لكن ما يتفاجئش الاب ان مرتبه محدود والنفقه عشان فيه تحريات جت مدفوعه الاجر يلاقي نفسه بيدفع نفقه كل شهر بيستلف عشان يكمل النفقه. الطفل من حقه يستوفي كل طلباته. يعني لا داعي لما لا نملك دليل عليه. يعني ده اقتراح حضرتك ايه لحد النفقه تقريبا يعني كنسبه؟ لا دي انا ما اعرفش، لان حضرتك انا اولا انا ما عنديش فكره بالموضوع. تمام. ده بس حسب دخل الاب، حسب قدرة الأب يعني، حسب دخله. تمام. أستاذة يعني سميرة الرفاعي، بنشكر حضرتك على مداخلتك معانا. أستاذ سعيد كمل حضرتك كده، يعني عايزين نسأل حضرتك فيما يتعلق برؤيتك للعائلة الأستاذة سميرة. والله بالنسبة لموضوع النفقات، أنا عن نفسي أفضل أن يكون ملف قضائي واحد، ما نبقاش نفرين زوج وزوج أو أب وأم وليهم حوالي 10-12 ملف قضائي وزيهم في الاستئناف. المفروض ملف قضائي واحد، دعاوى النفقات كلها في بند واحد على حسب يسار الأب طبقا لدخله الحقيقي. الأب لو ما هوش موظف ومش معلوم له مصدر دخل، بتتحدد الدفقة بناء على حاجتين، يا محضر تحريات بأمر من المحكمة، يا إما بحاجة اسمها شاهد يسار. بنجيب واحد من جيران الأب أو الأم يحلف يمين الله، غالبا يمين كذب، وبيقول الزوج ده
دخله قد كده. على هذا الأساس المحكمة بتقيم نفقة مبدئية اللي هي المأكل والملبس. بعد كده بتخش في بدل أجر مسكن لو ما فيش شقة الأم متمكنة منها. المهانة الرسمية للأم المصرية للأسف بقوة القانون إن هي بتاخد أجر حضانة كأنها دادة. القانون اعتبر الأم كأنها دادة أو مربية قاعدة بالأطفال بتاخد أجر حضانة. الفكاهة إن هم بيطلبوا حاجة اسمها بدل فرش وغطر، عايزين حق المليات والبطاطين. وده دي كانت قضية يعني أنا كنت شايفها بنفسي في المحكمة. الأب من كتر ما هو ظروفه المالية ضيقة بيدفع نفقات كتيرة، اضطر إن هو ياخد بطانية وكبرتاية وعرضهم على المحامي بتاع مراته قدام القاضي. القاضي ساعتها يعني مشكورا رفض الدعوة. تمام. بالنسبة لنفقة العلاج، نفقة التعليم، المفروض إن احنا في دولة الدستور والمؤسسات بتكفلهم الدولة طبقا للمادة 18 و 19 من الدستور. قضية مجلس الدولة مين اللي تدخل ضدكم فيها؟ لا ما حدش دخل ضدنا فيها. احنا تدخلنا انضمامي الى جانب الاستاذ حماده محمود ابراهيم النجار. طيب استاذ سعيد مين اللي بيحدد مكان الرؤيه، وهل بيتم تغييره من شهر لتاني ولا لا، ولا هو مكان ثابت؟ هو هقول لحضرتك على حاجه، المفروض الاب في عريضه الدعوه بتاعته بيحدد اقرب مكان من ضمن الاماكن الاربعه اللي كان منصوص عليها في قرار 1087، يا حديقه عامه يا مركز شباب يا اما دار رعايه اجتماعيه، بين قوسين كده ملجأ أيتام أو دار مسنين يكون فيهم حديقة عشان ما يشع في نفس الصغيرة المؤننة طبقا لنص القانون. دول المفروض إن هم لا تزيد المسافة بينهم وبين الأب، بينهم وبين بيت الأم 2000 أو 3000 متر بالظبط. فأنا دلوقتي مثلا الأب ده لو في شبرا والأم في اسكندرية، مجبر الأب إن هو كل يوم جمعة يروح يشوف الطفل 3 ساعات في نادي الجامعي. سريعا كده، اكتر حاجة احزنتك في جلسة رؤية لبنتك؟ لا كتير كتير، ولكن هو الموضوع ما عادش موضوع شخصي، بقى الموضوع بقى يخص اطفال البلد كلها. بتشوف ايه هناك؟ يعني هقول لحضرتك على حاجة، انا شفت واحد قعد 3 سنين ما يجي واطفاله ما بيجوش، الى ان يعني سمع نصيحة من احد الاصدقاء وابتدى يحرك دعوة تعويض عن الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الرؤيه. جات الام وادعت ان هي ما تعرفش حاجه عن الرؤيه، وكل جمعه بتجيب معاها 2 ستات عشان يضربوه قدام اولاده. ده تصرف ام مع زوجها قدام اطفالها. فيا ترى بقى المبارزه بالاطفال هي اللي هتشفي غليل الطرف من الاثنين؟ ما اعتقدش. اقتراحات حضرتك سريعا لاصلاح القانون؟ اولا الغاء كل التعديلات اللي طرقت على قانون الاحوال الشخصيه من سنه 85 لغايه النهارده، واستبدال ما يسمى بحضانه النساء الى حاجه اسمها التربيه والرعايه المشتركه بضوابط قاسيه على الطرفين. الدنيا هترجع احسن من الاول. نتمنى السلامه للجميع، ونتمنى ان تبقى في صله رحم مباشره، سواء كان في انفصال او في خلاف ما بين الزوجين. الاطفال ما لهمش اي علاقه بالموضوع. استاذ سعيد العرباوي بنشكر حضرتك على تشريفك لينا النهارده، شرفتنا. انا اللي شاكر لكم مشاهدين، ونشكر حضراتكم على حسن المتابعه، والى ان نلقاكم وحلقه جديده وبرنامجكم دائره الحدث كل جمعه. نشكركم، تحياتي.